التسعة تريندينغ في البارتي الثانية متاحة. مرحبا بكم مستأسين. نحكيو على الستريمينغ بعد الجيمينغ. سبقنا لكم الستريمينغ اللي حاب ياخذ فكرة على أبرز الأفلام والسيريات اللي تنجموا تتفرجوا فيهم الجماعة هذه. تنجموا تلقاو البارتي الأولى من التسعة تريندينغ على الباج فيسبوك ولا شين يوتيوب متاع قناة التسعة. عندنا موعد مع ريترو بعد شوية. عندنا تكنولوجيا ولا حاجة نستعملوها في التليفون متاعنا احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها 30، تعرفوها بعد شوية. خلينا تو نعملوا وقفة مع أبرز وأهم لي جو فيديو اللي يخرجوا الجمعة هذه. أهم الألعاب اللي يخرجوا الجمعة هذه يبدأوا من اليوم. اليوم يكون عنا موعد مع Paper Cut Mansion. Paper Cut Mansion تخرج اليوم على PS4 ونينتندو سويتش. This is a story nobody will tell. How I ended up inside the twisted living hell. اليوم زاد تخرج World Ship. World Ship تقاو على PC, PS5, Xbox X, PS4, Xbox One و Nintendo Switch. اليوم تخرج Terror of Himazurus. Terror of Himazurus تخرج بالتدريج اليوم على PS5 و PS4. غدوة 6 ديسمبر تخرج على Nintendo Switch. بعد غدوة 7 ديسمبر تخرج على Xbox X و Xbox One. جو هذه تخرج غدوة اسمها Back for Blood River of Blood. Back for Blood تقاو على PC, PS5, Xbox X, PS4 و Xbox One. Need ammo here. We need to take this opportunity to press our advantage. Another way. Back off. Look, you know how I feel about Phillips, but he's right about one thing. This is a war. I built this town and I'll be damned if I let you destroy it. غدوة 6 ديسمبر كيف كيف تخرج Firefighting Simulator The Squad. Firefighting Simulator The Squad تخرج على PS5, Xbox X, PS4 و Xbox One. غدوة 6 ديسمبر زادة تخرج Hello Neighbor 2. Hello Neighbor 2 تخرج على PC, PS5, Xbox X, PS4 و Xbox One. ستة ديسمبر كيف كيف غدوة تخرج Impaler. Impaler تخرج اكسكلوزيفمون على PC. ستة ديسمبر جو واحد اخر يخرج Knights of Honor 2 Sovereign. Knights of Honor. Knights of Honor 2 Sovereign تخرج على PC. غدوة زادة يكون عندنا موعد مع كوكوس لوست بيتس.
Yuku's Lost Pets تخرج على PS4 ونينتندو سويتش. Now you have to team up with the last free pets. Explore unimaginable worlds full of mysteries and fun. نهار 7 ديسمبر يكون الموعد مع Alaskan Truck Simulator. Alaskan Truck Simulator تخرج على PC, PS5, Xbox X, PS4 و Xbox One. سبعة ديسمبر كيف كيف تخرج هوبريس. You're part of the triple O now. جو هذا دو رياليتي فيرتويل تخرج نهار 7 ديسمبر على بي سي. But here, within the twin planet system, you're on your own. سبعة ديسمبر كيف كيف تخرج إكزيون. إكزيون تخرج على بي سي. ونهار 7 ديسمبر تخرج توغس. توغس تخرج على PC, PS5, Xbox X, PS4, Xbox One و Nintendo Switch. قبل واتساب قبل فيسبوك ماسنجر وسيجنال وتليجرام وغيره من الابليكاسيون دو ميساجري كانت فما وسيله وحيده للتعامل وباش نبعثوا لبعضنا دي ميساج الاس ام اس شورت ميسجينج سيرفيس. الاس ام اس تولد نهار 3 ديسمبر 1992 في اخر الجمعه اللي فاتت الاس ام اس احتفل بعيد ميلاده 30 سنه من التجربه مع الاس ام اس. خلينا نقولوا انه من ابرز لي فورمال اللي اثر في الاتصالات خاصه مع تطور التليفون بورتابل. هات نرجع بكم ال 30 سنه التالي. نيل بابورث انجينير بريطاني عمره 22 سنه وكونسيبتور دو لوجيسيال في شركه اسمها سيما جروب بعث اول اس ام اس في التاريخ في ميري كريسمس. بعثوا للديركتور متاع فودافون ريتشارد جارفيس. من غادي بدأت التجربة مع الاس ام اس ومن غادي اتطور اكثر الاستعمال متاع التليفون بورتابل. 10 سنين بعد الاس ام اس في 2002 تولد الام ام اس مالتي ميديا ميسجينج سيرفيس واللي يعتبر تطور مهم بالنسبه للاس ام اس. هذا ما منعش الشركات التكنولوجيه الكبرى انها تحاول باش تقتل الاس ام اس. شركه ابل وبطريقه غير مصرحه في 2013 اعلنت على ولاده فيس تايم. فيس تايم طور استعمال الميساجري بين مستعملي الايفون عن طريق تبديل الفورمات نتاع بعثين المساج فروث تبعث على الريزو ولا تبعث على الانترنت. في السنوات الأخرانية وبشكل مصرح شركة جوجل تحكي على تجربها لقتل الاس ام اس وذلك عن طريق الاعتماد على النورم متاعها RCS او Rich Communication Services واللي تعطي للمستعملين متاع السمارتفون اندرويد الفرصة انهم يبعثوا دي مساج يشبهوا برشا للفيس تايم لكن عن طريق جوجل مسج. استعمال الاس ام اس رغم انه انقص نظرا لتطور لي زابليكاسيون دي ميساجري لكن الاس ام اس يقعد اليوم واحد من ابرز لي كانو تاع الماركتينغ للاتصال وخاصه بالنسبه للناس اللي مازالت ما تستعملش لي سمارتفون.
التاسع تريندينغ خلطة الاخر بتاعها. شكرا لكم على حسن المتابعة. رانديفو واحد اخر يكون غدا بقدرة ربي مع ميزاجور اخرى مع اخبار تكنولوجية اخرى تلقاوها كالعادة على قناة التاسعة. عملوا علينا باش نجيب لكم اهم فما والركاب بالنسبة لاخبار الديجيتال في التاسعة تريندينغ. تحية الكيب الكل، محمد علي السويسي يقول لكم في الامان.